اسمي ميري هيباش، العمر 22 عام، أنا هيباش سنة أولى إدارة أعمال. أنا يعني راح أكتشف خلق على مستوى الوجه وبالطبع على مستوى الصفة العلوية وشخص النهج. من خلال هذا المنبر ينهي بالقرش بقيت وجهة وحتى رسالة للناس اللي في حالي وعندهم تشوه خلقي أو الإعاقة بصفة عامة، أنهم يخرجوا ويواجهوا المجتمع ومتلوش على الناس يحققوا أهدافهم ويخدموا عليها باش يوصلوا ليها. راح نقول في الحال يعني مخليش هذا الناس تأثر فيك ويبقى معيش في الدار لحقاش الناس يعيروا فيك ويضحكوا عليك. راح نقول في الحال وأنا يا مشي جيش وصل أنا المرحلة يعني بين 20 سنة وضحى هلا دوت 24 وأنا في الدار يعني مريحة بيني وبين راسي، بقي نخرج بقي نروح مش مريضة مش معقدة نستنين، ولكن هالطريقة مبقتش سنتياني نشوف بأنني غادي نضيع الحياة ديالي على أمل هذا الناس. فقررت أنني نتمثل ونخدم على الشخصية ديالي ونطورها باش نخرج للمجتمع. فلهذا قررت أنني نخدم على راسي ونقرب الشخصية ديالي. فأنايا بنحكي بصراحة بزاف ديال الفيديو ديال الموتيفاسيون وديال التجربة بيرسونيل. الحمد لله قررت أنني نتمثل ونولي هيبة أخرى، قررت أنني نخرج للمجتمع، قررت أنني أكمل القراية ديالي. الحمد لله عندي واحد المحيط زوين، واحد المحيط اللي ديما معاوني ديما مساندني ديما واقف معايا. من هذا المنبر كنبغي نوجه واحد التحية للأصدقاء ديالي والعائلة ديالي، واحد رسالة لهم عين بصمة المغرب أو بلاغاسيون سما المغرب. الصراحة كانوا معاونيني بزاف وديما واقفين معايا وشكرا. الحمد لله أنني درت قناة اليوتيوب الاسم ديالها موتيفاسيون وهيبة. الحق فيديوهات ديال الموتيفاسيون ونحسن تعلمتني في الموتيفاسيون والديفلوبمون بيرسونيل. وعندي قناة في الانستغرام هي من الفكرة تشريف الناس ونبارطاجي معاهم الحياة ديالي وكيفاش انا قدرت نتمثل من هيبة اللي معقدة ومخبية في الدار لواحد هيبة اللي خارجة وتواجه المجتمع وعايشة الحياة ديالها طبيعية بحالها بحال الناس. الرسالة ديالي اللي نبغي نوجهها المجتمع، أولا الرسالة الأولى بالنسبة للناس اللي هما في الحالة ديالي أو لا عندهم إعاقة بصفة عامة، أنهم يفرقوا مع راسهم يخدموا على راسهم يبدلوا الشخصية ديالهم. الناس اللي عندهم شخصية ضعيفة خاصهم يخدموا عليها، إلا عندهم الإرادة والعزيمة قوية وعلى يقين أن أغلب على هذا الناس وغادي نتواجههم. ثاني رسالة اللي نبغي نوصل هي أنني نشكر هيبة قريش لأنها عطاتني هاد الفرصة أنني نوصل الميساج ديالي للناس، ونبغي نشكر أوبيراسيون سمايل ماروك لأنها هي اللي عاونتني بزاف، والحمد لله بالفضل ديالها قدروا يديروا لنا العمليات، والحمد لله حنا دابا ولينا بخير ما خاصنا والو ما مشكيش والو الحمد لله. ونبغي نوجه واحد الرسالة للمجتمع أن الناس اللي عندهم إعاقة ولا عندهم تشوهات خلقية ما نبقاوش نحكو عليهم، والراعي والنصية ديالهم راه هما بحالهم بحالنا حشومة، خاصة نعاونوهم ونشدو بيديهم ونوقفو معاهم. قبل ما تخرجو ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديرو جيم وتضغطو على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.